كلنا يعرف أو أغلبنا أجمع على أن الحفظ هو ممل والحفظ هو شيء صعب. لماذا؟ لأنه أنا أحفظ وأحفظ وأتعب وأسهر في الليالي ولكن النتيجة غير موجودة. فيلا بنا لنتعلم ما هو الحفظ أصلاً وما هو التذكر. طبعاً نحن في دوراتنا وفي برامجنا نقدم أن التذكر هو معلومات ليست لدي فتصبح لدي، أي معلومات ما تكونش عندي فترجع عندي، ولكن بماذا؟ بسيطرة وحق. وش تقصد بالسيطرة؟ نقصد بها أنه أنت أو أنت من تتحكم بالمعلومة وليس العكس. ممكن الآن تقولوا لا ولكن نحن من نتحكم في المعلومة. ممكن أقول لكم الآن مثلا هناك اختبار أو هناك مثلا عندك امتحان بعد شهر مثلا، فبدأت تدرس وتعبت وبذلت جهد وساعدك والديك وكذا وكذا وصهرت الليالي، وأثناء الامتحان مثلا طرحت عليك سؤال خطوات دراسة الوثيقة التاريخية، فأمام الورقة تنظر لا يوجد المعلومة، تعيد الاستدعاء لا ترجع، تعيد الاستدعاء لا تأتي المعلومة، مع أنك أو أنك تعرف أنك حفظتها في البيت وكررتها عشرات المرات ولكن لم تأتي المعلومة. طبعا في هذه الحالة بما أنك نسيتها فاعرف جيدا أن المعلومة من كانت تتحكم وليس أنتم، وهذا بطبيعة الحال خطأ لأنه نحن نترك هنا مصيرنا بيد المعلومة. إذن السيطرة هو أن لا مكان للمعلومة إلا المكان الذي أضعه أنا، لست أنا بل أنت وأنت فيه، ولا صورة أي لا شكل للمعلومة إلا الصورة التي نعطيها نحن لها. هذا هو التذكر، لأنه بهذه الطريقة سأسترجعها وقت الحاجة إليها بسرعة وسهولة، لأنه أعرف أن الكثير منكم أثناء الامتحان عندما يستدعي المعلومة ولا تأتي ثم يستدعيها ولا تأتي يتوتر. وهناك معادلة أنا دائما أقولها، إذا وجد التوتر فقدنا التذكر، أي إذا حضر الماء بطل التيمم. ولهذا أعرف أنكم جميعا تعانون أثناء الامتحان لعدم تأكدكم من حفظ المعلومة، وهذا بطبيعة الحال الحفظ هنا كان خاطئ.